مديرية مرونة الحمد لله شو الوضع زين العمود الحام أول شيء تحجز بالإنترنت طول 10 أيام وجد الإسرائيلي جيت على العريضة وفسرت الكرافانات ساعتين خلص أول يوم رحت على الفحص خلص الفحص بمخزن من المخزن مال البطاطا كملت ورجعت دائرة مرة ثانية كنت طول ساعة ونص خلصتها وجيت ثالث مرة رابع مرة شوية ازدحام بالبصمة شبكة مو زينة يعني كل ساعة شبكة مقطوعة كل ساعة شبكة مقطوعة انترنت معاملة مع الأرقام مع السيارة أي تبديل لكم والله زينة تمشي أمور يعني بس ازدحام حيل أي والله أكو ازدحامات بس يمشون يعني السيارة كثير عندي معاملة تسجيل أرقام وكملناها بس على البلمن تنسلم ونسلم الأرقام والله قدمنا على الإلكتروني طلع الحجز فحصنا السيارة كملنا جينا دفعنا الرسومات وكملنا ماكو أي إشكالات إجراءات خفيفة ما شاء الله ماكو لا ازدحام ولا شيء يعني شغلات زينة والله صار لي 3 أيام أول الأحد أنا جيت هنا قالوا لي سويت فحص النظر قالوا لي روح بعد يومين تعال هنا والحمد لله كملت والله من 7 من 8 ونص ما طول يعني لا لا الحمد لله كل انسيابيه وكلهم يعني يشتغلون بامانه بعد ما وصلت مرحله الرسوم تدقيق بس كم يوم صار لك والله يومين يوم على الفحص مال النظر وهاي ثاني يوم فحص النظر بغير مكان ايه بالمستشفى يعني النظر يصير بنفس المكان يصير احسن اجراء اللي هي سبوره يجيبوها هنا ما لها داعي يعني من هنا يطلعون المواطنين للمستشفى معاناه وروحه ومصاريف هي نفسها تجي هنا ويسوون فحص النظر وتكون اجراءاتها اسهل واحسن يعني.